دي مكتبة في سينت جوانزو، دي سيلف سيرفيس لايبرري. انت بتختار الكتاب اللي انت محتاجه، طبعا هنا رقم الكتاب اللي انت محتاجه بالرقم، وهنا بتطلب الكتاب. وادي واحده هنا، واحده اهي معانا اهي، دي ما نعرفهاش اساسا، بس هي هتشتري كتاب لابنها. هنشوف هتعمل ايه كده. بتدخل البطاقه الشخصيه بتاعتها، بتاخد سكيل البطاقه الشخصيه بتاعتها، لازم طبعا يبقى صيني او لو اجنبي اعتقد بياخد سكيل الجواز السفر. بتدخل الاي دي بتاعها، بتختار رقم الكتاب، بتدخل رقم الكتاب. اوكي، شوف هيحصل دلوقتي. ابنها هو طبعا الكتاب هو بيتحرك بيجيلها. احنا في مدينة جوانزو الصينية، مدينة جوانزو الصينية. الكتاب طلع اهوت، ويلكم تو تشاينا ريجين. خلاص بتعمل كونفيرم ان كل حاجة تمام، والله خلاص احنا ماشيين اهو، خلصنا. بس يا سيدي الموضوع سهل يعني، مش محتاج. خلاص واحد هيسألك دفعت ازاي يعني.